تحت راية كونفدرالية النقابة الجزائرية تعالت أصوات العمال الجزائريين في عيدهم دعماً للحراك الشعبي ومطالبه الشرعية. شعارات حملها هؤلاء في ساحة أول ماي وساحة البريد المركزي بالعاصمة، الكل ينادي لبناء جزائر جديدة تحفظ كرامة العمال وتصونها. اليوم جينا لمطالب لمساندة لمطالب الشعب، نظن ما جيناش كونتر يعني أشخاص معينين، ولكن السيستم مازال قاعد يحكم في البلاد، العصابة مازالها قاعدة تحكم في البلاد. نطالب برحيل هذه العصابة التي اتفقت مع الأوليغارشية على بيع المكتسبات العمالية. لا مطالب اجتماعية يقول العمال، فأولوية الأولويات اليوم توحيد الصفوف وتدعيم الجبهة الاجتماعية لضمان استمرار الحراك الشعبي وتحقيق مطالبه. ماشي مطالب اجتماعية، ما جاوش باش يقول لك اعطيني السالير، جا باش يقول لك النظام ديغاج، لي كاتبي ديغاج، اون فو ان غوفرنمون ترانزيسيون، اون فو ان إليكسيون ليبر انديبوندونت، اي لو بوبل شوازي، الشعب يختار واش بغا واش حب. احنا منظمات نقابية أخرى، حتى الزملاء للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لماذا؟ لأنهم راهم يحاولوا يسترجعوا هذه المنظمة النقابية. دونك الهدف هو صناعة قطب عمالي على مستوى الجزائر، وهذا القطب العمالي هو اللي تكون عنده الكلمة تاعه. النقابات المستقلة وإن أعلنت منذ البداية انضمامها للحراك الشعبي، إلا أن الفاتح ماي أراده هؤلاء مناسبة لإسماع صوت القوى العمالية من جديد، إصرارا على إحداث التغيير الشامل بما يتماشى وإرادة الشعب السيد.